تليفون الاستاذ فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان. بجدد التحيه بيك مره ثانيه يا استاذ فرج. كنت بتكلم عن الملفات اللي في انتظار الحسم بعد عوده المنتخب المصري من روسيا، حسم مصير هيكتور كوبر، نتائج المنتخب السيئه في كاس العالم، تقرير رئيس البعثه بعد سلسله من التجاوزات حصلت، الاستعدادات، الاقامه في جروزني، تصريحات مجدي عبد الغني بانه هيكشف المستور. ايه الموقف يا فندم؟ انتوا شخصيا مستعدين ازاي؟ احنا نزلنا بيان، لجنه الشباب والرياضه نزلت بيان والنهارده طالبنا، بعتنا لرئيس المجلس، عرضنا على سيادته طلب تشكيل لجنه لتخصي الحقائق لمعرفه كل الاحداث، عرضها طبعا كلها على الشعب المصري. واحنا بنتعامل مع هذا الملف في حدود الاليات اللي موجوده عندنا في مجلس النواب، كل ما يخص الرقابه عندنا في مجلس النواب احنا بنستخدمه في سبيل ذلك لتحقيق رغبه الشعب المصري، ان احنا بنعبر على راي الشعب المصري وكشف كل الحقائق للشعب المصري. طيب البيان اللي اصدرتوه حول خروج المنتخب المصري من بطوله كاس العالم، مخالفات الاتحاد المصري خلال البطوله، يعني امتى هيتم ترجمته على ارض الواقع؟ ازاي هيكون في تحقيق في وقائع حدثت هناك؟ حضرتك فور تشكيل لجنه تقصي الحقائق. أيوة. هيتم ان عمل هذه اللجنه كامل، بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك اتفضل، ان احنا طبقا لنظام الفيزا، النظام اللي هو الفيزا، ان حضرتك احنا معنيين بما يخص المخالفات الماليه. تمام، واخد بالك، احنا معنيين بما يخص الملفات الماليه، لكن الذي يستطيع حل مجلس الاداره بدون مخالفات ماليه هي الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم. دلوقتي في غضب شعبي عارم على اتحاد كره القدم لما اصاب الشعب من خيبه امل، ولما ظهر به المنتخب المصري في صوره سيئه جدا. مهما كان ما ينفعش حضرتك تقول والله احنا عملنا كل حاجه للاعبين، عملنا كذا، في النهايه حدث فشل كبير جدا في رحله كاس العالم، اسفرت عن نتائج مخيبه للامال، ويعني اظهرتنا بصوره ان احنا كنا أسوأ منتخب في كل المنتخبات الموجوده من حيث الشكل ومن حيث النتيجه ومن حيث المظهر، بالاضافه الى ما شاب الرحله من كثير من الامور. بغض النظر، احنا لنا في النهايه ان احنا امام العالم كله كنا أسوأ منتخب في كاس العالم. فده نتج عنه استياء شعبي عارم. مجلس النواب له ادواته الرقابيه وله اجراءاته اللي احنا هنستخدمها كامله في كشف هذه الحقائق وعرضها على الراي العام. لكن تعاملنا مع اتحاد كرة القدم لا نستطيع حلها الا في وجود مخالفات مالية لاموال تلقاها من خزينة الدولة. يبقى في فساد مالي، في الحالة دي يقدر الوزير يتدخل ويحل اتحاد كرة القدم وان احنا نوصي بذلك. غير ذلك الوحيد الذي له السلطة هو الجمعية العمومية او شعور اعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم. أيوة. ان هم لم يوفقوا في مهامهم وان هم استحوذوا على غضب مصر ويقدموا استقالتهم، لان ممكن انت تقدم كل مجهودك، تقدم كل ما تستطيع وفي النهايه انت تفشل في تحقيق الغرض اللي انت فتقدموا استقالتهم تقدم استقالتهم. نعم؟ فيقدموا استقالتهم. يقدموا استقالتهم. يعني خدت بالك زي ما بيحصل في اي دوله متصدره او اي جزء من العالم ده بيحصل هذا الكلام. طيب اخيرا استاذ فرج، اخيرا يعني من كلام حضرتك في مخالفات وفي شبهات فساد لاتحاد الكره. لا بصي حضرتك اتفضل. لا انا لا استطيع، انا نقلت الاحداث التي تداولتها الصحف البريطانيه واللي جت على لسان اعضاء اتحاد كره القدم. أيوة. بنفسهم. تمام. والاحداث بتاعت جروزني اللي شافها العالم كله في التلفزيون، ولقاء رئيس جروزني والى كل الكلام ده، كل هذه الاحداث احنا نقلناها، لكن الجزم بوجود مخالفات ماليه او هذا الكلام ده اجراء يستلزم تحقيق. لكن انا بقول لحضرتك ان مجلس اداره اتحاد الكره فشل بما هو منوط به. هو صدر لنا رساله معينه وجاء عكس هذه الرساله تماما. انا احنا طلبناهوش بياخد كاس العالم. ايوه، لكن يأدي اداء جيدا. يأدي ما يطلعش الاخير. نكسب مباراه، نظهر بشكل كويس. اداء يليق بتاريخ مصر الكروي.
بتاريخ مصر الكروي. انما كلمه الادانه ده، وانا بعتبر ان دي ادانه لان هم فشلوا فيما هو منوط بيهم، لكن الادانه الماليه او الكلام ده لابد من اجراء تحقيقات ولابد من لجنه تقصي الحقائق تكشف عن ذلك. وبدل سيادتك بس دي تحقيقات رسميه، لكن حل مجلس اداره الاتحاد لا يستطيع ان يقوم به مجلس النواب ولا الوزير ولا الوزير. لكن البرلمان معني بتشكيل لجنه تقصي حقائق حول العديد، خلاص قدمنا حول العديد من المخالفات. حضرتك بص، احنا تفاعلنا مع الاحداث بشده وبسرعه جدا جدا جدا، رصدنا كل الكلام المصار، رصدناه وحددناه واعلناه وطلبنا تشكيل لجنه لتقصي الحقائق، وغالبا رئيس المجلس حضر هذه اللجنه تمام رئاسه احد الوكيلين، وهيتم على طول اتخاذ كل الاجراءات اللازمه في ذلك. لان بصي حضرتك، في ضوء ما اللي بيسمح لنا به الدستور وفي ضوء لوائح مجلس النواب هنستخدم جميع الادوات والاليات الرقابيه لصالح الشعب المصري، لان ما حدث هو كارثه وهو وكته ونكسه لحق الشعب المصري. شكرا استاذ فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان على وجود حضرتك معانا.